مستوى ثابت. كابتن عماد، رأي حضرتك في المباراة، خاصة زي ما كابتن سلاوي قال حولنا لتأخر 12 نقطة لتفوق ب 13 نقطة. هو طبعا انا شايف ان كابتن اشرف بدا برضو باقوى فرقه عنده، ما كانش كان عامل حساب ان هو عاوز يكسب. وانا اقول اللي حصل بين الشوطين، الدفاع الدفاع الدفاع. الشوط الثالث الكوارتر الثالث بدا بدفاع قوي جدا. ابو النصر الله اكبر عليه، راجل في الملعب. احمد مهيب صراحه كابتن اشرف استفاد منه كويس جدا في الاوقات اللي لعبها. الجمال نحيي الجمال العوده الحلوه ديت. عمرو علاء زهران الله اكبر عليه. بودي حسام سيف بعض الاوقات الحمد لله رجع، ابتدى يرجع لمستواه في الريباوند الحمد لله. فالدفاع نمره واحد، الفرقه دفعت الحمد لله، عوضنا والفرقه طلعت. ونحيي الاهلي، ده فوز مهم جدا، ده بيدي رساله للاتحاد واي فرقه هتلعبنا ان الاهلي يقدر برجالته اللي موجودين. ربنا يشفي يا رب كل مريض، اللعيبه المصابه ترجع تاني ان شاء الله. الاهلي هيكسب ان شاء الله دور المؤتمر. هل تتفق مع كابتن سلعاوي يا كابتن عماد ان ابو النصر هو رجل المباراه؟ 100% رجل المباراه، الراجل وجندي مجهول. كنا بنتكلم انا وانت قبل واحنا في اول لقاء انا وكابتن سلعاوي، تحس انه جندي مجهول ما حدش بيحس بيه، بس في الاخر بيلم ريباوند، بيقطع كوره، بيحط باسكت، في الاخر تلاقيه حط لك 15 بونت وانت ما تكونش حاسس بيه. طيب كباتن